يعني كل اللي راحوا في محافظة الشرقية تحديدا كانوا بيسألوا على الاشتراطات علشان يبدأوا يجهزوا أوراقهم. عشان كده أنا يمكن يعني يبقى معي دكتور محمود وأستاذة منال. السؤال الجاي ليكي ممدوح طبعا. السؤال اللي جاي ليكي يا أستاذة منال، إيه هي الاشتراطات البنائية المطلوب إن المواطن يبقى عارفها والأوراق المطلوبة علشان يروح يتقدم بأخذ رخصة بقى جديدة حسب القرارات الجديدة؟ طيب هو السلام عليكم الاول. وعليكم السلام. هو بدايه سياده المحافظ قال قبل المنظومه اللي احنا نقعد مع المواطنين ونوضح لهم ايه هي الاشراطات بالظبط وايه هو اللي هيقدم ازاي. فاحنا يمكن الفتره اللي فاتت من يوم 4/5 اول يوم بدايه المنظومه ده سياده المحافظ قال بالنسبه للمركز التكنولوجي يعمل اللي هو شاشات العرض، وبعد كده نشرح الخطوات بالظبط ايه. يمكن احنا لخصنا الاشراطات البنائيه بالكامل على اساس اللي هي في شاشات العرض اللي احنا موجوده في المركز التكنولوجي، وكمان المواطنين لما بيسالوا المركز التكنولوجي احنا يمكن قعدنا معاهم ووضحنا لهم ايه الخطوات. فبالتالي في 8 طلبات احنا تقدم عندنا، 8 اتقبل منهم 3 ونزل الاحداثيات اللي هي متغيرات المكان. الصوت واضح؟ اتفضلي كملي سامعينك. طيب تمام. بالنسبة احنا يمكن في عندنا اللي هي المركز التكنولوجي المفروض ان هو بيعمل احداثيات عن طريق هيئة المساحة العسكرية او مديرية المساحة او مركز شبكات المرافق او المتغيرات المكانية. فيمكن سيادة المحافظ قال ان هي المتغيرات المكانية المفروض ان هي اللي تنزل وتحدد الاحداثيات على اساس ان دي هي من سلطة سيادة المحافظ ان هو يحركها بدون مقابل. بالفعل نزلت وقدمت 3 طلبات وتم تحديث الثلاث طلبات على الطبيعه وتم انشائهم وبعتنا للجامعه بحيث ان هم يحددوا اعداد شهاده صلاحيه المواطن.